لزاما أن أرحب بالإخوة أعضاء اللجنة وأقول لهم مصر تشرفت بوجودكم النهاردة، والمجلس أيضا تشرف بحضور حضراتكم، ونشكر حضراتكم على أو أنا أشكر المجلس والدكتور الربيع بالدرجة الأولى، وأشكر كل الدول على الاستجابة لتعديل موعد هذا الاجتماع ليتناسب مع الاحتفال اللي بيقوم به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمئوية الجهاز، وعشان نكون حريصين أكتر على حضور أكبر عدد من السادة وأعضاء وفود الدول العربية معنا في هذا الاحتفال. فكان استجابتكم الكريمة لقبول مقترح الجهاز بتعديل موعد هذا الاجتماع ليكون اليوم بدل من الاثنين الماضي، فده شكر واجب لكل الدول اللي بمنتهى الأريحية وافقت على هذا المقترح وعدلت في مواعيد سفرها ومواعيد حجزها، فده شيء مقدر الحقيقة لكل الدول. جدول الأعمال اللي في إيدينا النهاردة، وأرجو أن احنا إن شاء الله ننجح في تداول كل الموضوعات. البند الأول مذكرة من الأمانة العامة، زي ما حضراتكم موجود معانا كلنا، جدول الأعمال مش محتاجين إن احنا نفوت على بنوده. فإذا كان حضراتكم موافقين على إن احنا نقر هذا الجدول، إن شاء الله يبقى جدول أعمال مقر. أنا شايف لا اعتراض أو لا تعليقات، فإذا أقر جدول الأعمال. شكرا سيدي. تفضل. شكرا سيدي الرئيس. أنا في البداية يعني أشعر بسعادة بالغة وأنا ألتقي بأصحاب خصوصية بالنسبة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يفخر بأن مركز الإحصاء هو أول مركز في أجهزة العمل العربي المشترك. وبهذه المناسبة طبعاً أرحب بكم أجمل ترحيب، وعلى وجه الخصوص الذي يشاركونا في هذا الاجتماع لأول مرة الدكتور ضياء من العراق والدكتور قاسم من الأردن، كما أشكر الأستاذ العالم والأستاذ الطاهر وأختنا العزيزة من دولة فلسطين الأستاذة ربا. وطبعاً عندما قال سيد الرئيس أنه نحتفل الآن بالمئوية لجهاز التعبئة والإحصاء، فأنا أزعم أنه نحتفل اليوم بهذه القامة الشامخة التي أعطت هذا الصرح الاقتصادي الكبير زخما وبعدا لابد أن نقف إجلالا واحتراما له، وهو مكسب ليس لمصر ولكنه مكسب كبير لأمتنا العربية التي لابد أن نضع مصالحها العليا فوق كل اعتبار، خصوصا وأن موضوع المعلومات والبيانات هو الموضوع الذي احتل الصدارة في كافة التقارير الاقتصادية التي يطلع بها أجهزة دولية وأجهزة أممية. ونحن في وطننا العربي أحوج ما نكون في إحداث ثورة في تطوير أجهزة الإحصاء وفي القيام ب أن نتعامل ونستفيد من التجارب بين أجهزة الإحصاء في دولنا العربية. لا شك أننا اليوم في ظل تطورات مالية واقتصادية كبيرة، في ظل تطورات سياسية أصابت دول وطننا العربي، أصبح مركز التجارة البينية بين الدول العربية مركز ضئيل ومتدني. أصبحت تجارتنا مع دول غير عربية تتنامى وتكبر. لدينا معلومات وبيانات قاصرة عن الوصول في الأدوات التي تتعامل معها أجهزة القطاع الخاص. أنا وجدت أن هناك استبيان أرسل الأجهزة الإحصائية، لعل هذا الاستبيان يكون قد أوجد لنا بابا ونافذة نطل عليها من خلال دولنا العربية لتوحيد البيانات والمعلومات الذي يصطدم بتعددها وتباينها كل المستثمرين دون استثناء وكل الباحثين. نحن اليوم أمام مصفوفة من الموضوعات ذات الأهمية، نقل التجارب بين الأجهزة،
كيف نقيم الأداء الاقتصادي لدول العربية، لأنه لدينا تقارير اقتصادية هائلة ولكننا ليست تقارير خصوصية لتوصيف الأداء الاقتصادي، وهذا شيء حقيقة يجعل كل أجهزة الدولة تراوح السلبيات التي دائما ما ترافق تقاريرنا سنة بعد سنة. وأستدل بذلك على التقارير التي تطرح أمامنا في منظومة العمل العربي المشترك، والذي أصبحت روتينية وأصبحت تصيب الإنسان بالملل، وهو يتعاطى الصفحة وكأنه يقرأ تقريرا في ذات الصفحة للسنة الماضية. أنا أراهن اليوم بأن اجتماعكم وبأن هذه القامات الشامخة صاحبة الخبرة والباع الطويل في هذا المجال لقادر على أن يحدث تغييرا شاملا في خصوصية هذا القطاع الهام. أنا أشكركم على حضوركم، أتمنى لهذا الاجتماع النجاح والخروج بتوصيات كبيرة. أشكركم كثيرا ونبارك لأخونا وأستاذنا الكبير أستاذ أبو بكر على أن يكون على رئاسة هذا الجهاز وهو يحتفل بالمئوية، ونتمنى له العمر الطويل والصحة والعافية والنجاح والتوفيق. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الأمين مهاب، وأشكر حضرتك على الكلمات الرقيقة اللي خصصتنا وخصصت الجهاز بيها. نرجو أن نكون عند حسن الظن ومكان لكل هذا الإجراء. تفضل يا أستاذ صباح البند الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تعال تعال نبين شد خذ راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. البند الأول لهذا الاجتماع من 35 لجنة الإحصائية يتعلق بتطوير العمل الإحصائي، إشارة إلى جهود لجنتكم الموقرة بشأن تطوير العمل الإحصائي العربي وما قدم إلى اللجنة الموقرة من أوراق ومقترحات مقدمة من الأمانة العامة والأجهزة الإحصائية العربية في الاجتماعات السابقة. واستكمالاً للمناقشات التي دارت خلال الاجتماعات السابقة، فإن الأمانة العامة تعرض على لجنتكم الموقرة ملخص لمقترحات تطوير العمل الإحصائي العربي اللي اشتغلت فيها لجنتكم للسنوات الماضية. احنا جمعناها في الورقة اللي لونها أزرق. هذه جهود لجنتكم وصلت إلى هذه المقترحات في موضوع رفع التعاون الإحصائي العربي. هنمر عليها مرورا سريعا لأن هذا هو تاريخ عمل لجنتكم في موضوع تطوير العمل الإحصائي العربي. فالأجهزة الإحصائية اقترحت على اجتماعات لجنتكم مثلا دائرة الإحصاءات الأردنية، احنا هنمر بسرعة وبتكسر. طلبت دائرة واقترحت دائرة الإحصاءات الأردنية تحديد المجالات الإحصائية التي يمكن التعاون فيها، لأن هذه المجالات متعددة ويمكن التعاون لتحسينها وتطويرها في الأجهزة الإحصائية العربية لتكون الأجهزة متقاربة في مستوياتها، مما سيسهل عمليات تبادل البيانات والمقارنات سواء الإقليمية أو الدولية. تحديد أوجه التنسيق وآلياتها، تحديد أوجه بين الأجهزة الإحصائية وتحديد الآليات المناسبة للتطوير، تبادل الخبرات الفنية بين الأجهزة الإحصائية، استخدام منهجيات عملية إحصائية موحدة، إيجاد نظام جودة إحصائي عربي، إيجاد خارطة طريق تنفيذ عملية التطوير ضمن إطار زمني محدد، حصر قواعد البيانات المتاحة في الدول العربية، حصر السجلات الإدارية التي يمكن ربطها بين الدول العربية والمنظمات، حصر المؤسسات العربية ذات العلاقة بالعمل الإحصائي العربي ومراكز التدريب الإحصائي. الإخوان في سوريا كانوا اقترحوا علينا أيضا بعض اقتراحات، إحنا نستعرضها وبسرعة مش عاوز أطول عليكم. العمل تطوير سرعة تبادل البيانات، زيادة التنسيق في المشاريع الإقليمية والدولية، تبادل الخبرات بين الأجهزة الإحصائية، رفع كفاءة العاملين في الأجهزة، اقتراحات من الجهاز الفلسطيني،
وضع برنامج تدريب للإحصائيين العرب في كافة مستوياتهم، تطوير الأدوات الإحصائية، الأجهزة الإحصائية، إعداد برنامج موحد لتطبيق نظام الحسابات القومية، تنفيذ تقييم العمل الإحصائي العربي وتحديد مجالات التحسين والتطوير، اتفاق على قائمة مؤشرات دنيا موحدة، وهذا سوف يتحقق إن شاء الله في اجتماع فريق العمل المختص بهذا الموضوع. إصدار نشرة ومجلة تشمل أحدث الإحصاءات في الدول العربية، تحضير والتنسيق بين الأجهزة الإحصائية لتحديد موقف عربي موحد في جميع الاجتماعات الإحصائية الإقليمية والدولية، ضرورة التدخل العربي في وضع الأجندات الاجتماعية الإقليمية والدولية وعدم قصرها أجندة الاجتماعات على الجهة، إعداد أوراق عمل عربية مشتركة، تبادل الخبرات، تتعاون الدول العربية في توفير مستشارين لأي دولة تحتاج مساعدة فنية، تبادل الخبرات في مجال تطبيق استراتيجيات، تشكيل فريق عمل يعمل تنفيذ دراسة وافية حول آفاق التكامل في العمل الإحصائي العربي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دعوة الدول العربية لإنتاج مؤشرات عالية الجودة لصنع السياسات المبنية على إحصاءات ذات مصداقية وبأسس علمية صحيحة، وإعطاء أهمية كبرى للالتزام بالمواصفات والمعايير الإحصائية الدولية وموائمتها مع الواقع العربي، بحيث تكون مؤشرات إحصائية متسقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي، تشكيل مجموعة عمل تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم لتنسيق الأنشطة الإحصائية، الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الإحصائي، وإنشاء قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية، تعزيز سبل التعاون الإحصائي بين العواصم العربية ما يخدم عمليات التبادل التجاري والاقتصادي وانضباط ذات الطابع القومي، السعي نحو مزيد من التنسيق وتوثيق العلاقات المهنية مع المنظمات الإقليمية والدولية، إنشاء لجان متابعة مجلس السباحة الاقتصادية لتناول آخر التطورات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد العربي، اتحاد الإحصائيين العرب أيضا ساهم بأوراق عمل في هذه الموضوعات، اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استقلالية العمل الإحصائي وتطوره نحو اللامركزية بصورة تدريجية، استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإحصائية، مراجعة سير العمل الإحصائي من خلال إعداد الاستراتيجية الإحصائية لابد وأن تشمل المنهجيات والأساليب الإحصائية وتطبيق المبادئ الإحصائية، وجود استراتيجية إحصائية تؤثر العمليات والأنشطة الإحصائية، تفكير بإيجاد صيغة من التعاون بين الأجهزة الإحصائية العربية، تكوين لجنة فنية متخصصة من جميع الأجهزة الإحصائية لتقييم الدراسات التي تتم عن طريق مؤسسات الأبحاث الخاصة، رفع مستوى الوعي والمعرفة الإحصائية بشكل مستمر، ضرورة الاهتمام في توسيع مفهوم واستخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل الإحصائي، توفير البيانات الإحصائية الدقيقة وعالية الموثوقية، ضمان توفير البيانات الإحصائية المطلوبة. يعني أنا مش هطول عليكم في هذه الجهود وننتقل إلى المرحلة الثانية. قدم لنا الأمين العام لاتحاد الإحصائيين العرب ورقة عن تطوير عمل الأجهزة الإحصائية العربية وسيتم استعراضها، لأنه هو بيقترح بعض النماذج الذي ممكن أن تستفيد منها الأجهزة الإحصائية العربية، وإحنا هنعرضها عليكم لعل وعيا عسى أنه الجهاز اللي يحتاج مثل هذه النماذج ممكن ينفذها. ويقدم لنا الخبير بالأمانة العامة الأستاذ الدكتور محمود أبو الوفا مختصر سريع لهذه الورقة، والورقة الثانية عن المؤشرات الإحصائية في التنمية أيضا بعثناها لاتحاد الإحصائيين العرب ومجموعة من الأساتذة العراقيين قاموا بإعدادها. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الدراسة اللي بين إيدينا أو هي يعني تعتبر ورقة مختصرة قدمها الأمين العام لاتحاد الإحصائيين العرب، وكان بيتكلم عن تطوير عمل الأجهزة الإحصائية العربية، والموضوع كان متمثل في نموذج تم وضعه. هذا النموذج يكون شيء ريادة
ممكن نمشي عليها في الأجهزة الإحصائية العربية. طبعاً كان في مقدمة تقول إنه أي تخطيط يحتاج إلى إحصائيات، وإنه لو ما فيش إحصائيات وتنبؤات هيبقى الوضع بالنسبة لنا مجهول، وإن إحنا بنكون متخبطين في قراراتنا أو في استراتيجياتنا أو في تنفيذنا حتى. وقال إنه يعني الدول المتقدمة أخذت بإنه الإحصاء ده شيء مهم جدا، والنماذج الإحصائية وتطبيقها في جمع البيانات وتشغيلها وخلافه ده شيء ممتاز جدا. فلكن الورقة بتكلم عن عرض النموذج واستخدام النموذج والممارسات الفضلة في العمل الإحصائي سواء كانت في الأهداف والمجالات، وبعدين بتكلم عن منهجية التنفيذ والبيانات الوصفية. طب جميل ممتاز. هو طبعا في النموذج موجود عندكم باللغة الإنجليزية واللغة العربية، لكن قبل ما نستعرض النموذج، والنموذج ده يعني الورقة بتقول إنه لو إحنا استخدمنا هذا النموذج أعتقد إنه هيكون فيه دفعة قوية للعمل الإحصائي في جميع الأجهزة سواء كانت في الحكومات أو في القطاع العام أو في القطاع الخاص. طبعا واحنا بنتكلم عن نموذج بنقول انه اتقسم الى 9 نقاط. النقطه الاولى بتتكلم عن تحديد الاحتياجات، والثانيه عن تصميم النموذج، بناء وخلق النموذج نمره 3، الجمع، وبعد كده عمليه التشغيل، وبعد كده عمليه التحليل، النشر، الارشيف، التقييم. كل نقطه من دول تحتوي على نقاط، هذه النقاط لو تم استخدامها بالشكل السليم هيطلع عمل إحصائي متميز يمكن يفيد في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات على المستوى البعيد للأجهزة الحكومية وأجهزة القطاع العام والخاص. طبعا في تحديد الاحتياجات في أكثر من نقطة. أول نقطة بتقول تحديد الاحتياجات من المعلومات. احنا بيبقى عندنا كمية كبيرة جدا من البيانات اللي موجودة اللي ما نقدرش نستغلها استغلال أمثل في وضع استراتيجية، فلازم تتحول إلى معلومات. لابد يكون لدينا رؤية عن المعلومات اللي احنا محتاجينها في رسم السياسة أو وضع الاستراتيجية. بعد كده التأكيد على الاستشارة في الاحتياجات، إنه يبقى فيه كمان مستشارين سواء داخلين أو خارجين واحنا بنتكلم عن الاحتياجات. بعد كده نبتدي نتكلم عن احنا هننتج ايه. بعد ذلك تحديد المفاهيم اللي هنشتغل عليها واحنا بنصمم النموذج. بعد كده اختار البيانات المتوفره اللي هي قد تكون تم انتاجها عن طريق الجهاز الاحصائي او ان هو اخذها مباشره من اي اجهزه اخرى. بعد كده اعداد دراسه جدوى للاعمال. طبعا النموذج واضح قدامكم، والنموذج ده طبعا عشان يستخدم لابد يكون في تدريب عليه. يعني مش هناخد النموذج نظريا، فالاتحاد قايل في الدراسه ان هو في حاجتين ممكن نعملهم، منهم الدورات التدريبيه وورش العمل. والاجهزه المحتاجه الى هذا الامر لابد ان هي تعمل على تفعيل هذا الامر، ان هو يكون عندنا تدريب وورش عمل من خلال الاتحاد، لان الاتحاد هو اللي وضع النموذج وهو اللي عارف يشغله ازاي. طبعا استخدام النموذج محتاج مجموعه من الخطوات، هذه الخطوات لابد انها الناس برضه تتدرب عليها او يبقى من خلال ورش العمل. بعد كده النموذج اتكلم عن الممارسات الفضلة في العمل الإحصائي، لأنه كل مهنة وكل عمل لابد إن هو يكون داخله ممارسات فضلة الناس تمشي عليها اللي هي بتشتغل في هذا المجال. ففي الممارسات الفضلة الدراسة قالت إنه في ممارسات فضلة دولية عن طريق قسم الإحصائي في الأمم المتحدة، عن طريق البنك الدولي اللي بيعتبر المؤسسات الدولية اللي بتضع معايير دولية يجب على الدول ممارستها من أجل توفير بيانات قابلة لأنها تحتمل معايير علمية دولية مثل الأساليب والمنهجيات العلمية المطبقة، وده كله موجود في آليات عمل البنك الدولي في هذا المجال. تعرضت الدراسة للأهداف،
مثل الأهداف ضمان جودة البيانات الإحصائية المجمعة والمنشورة، مراعاة حقوق مصادر البيانات سواء كانوا أفراد أو جامعات أو مؤسسات، حفظ استقلالية الأجهزة الإحصائية من التدخلات الخارجية اللي هي قد تفسد وتعرض موثوقية المعلومات المتاحة للشك. تنظيم عملية الوصول إلى البيانات المنتجة وكيفية الاستفادة منها، لأنه في بيانات كتير بتبقى موجودة لكن هي ليست رهن الاستخدام نتيجة أشياء كثيرة. فهدف من أهداف النموذج إنه هو يصل بهذه المعلومات إلى المستخدم أو اللي عنده احتياج بها. ضمان استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة في عمليات جمع البيانات تحليلها ونشرها. والمقصود بالأساليب الإحصائية المناسبة، إحنا كل يوم في تقدم تكنولوجي كبير جدا، أكثر المستفيد منه الأجهزة الإحصائية والنماذج الإحصائية والدراسات الإحصائية. توحيد مواصفات البيانات مع الجهات الإحصائية الأخرى، وذلك لضمان إمكانية مقارنتها. طبعا المجالات اللي بيتضمنها المواصفات الفضلة، أول شيء الاستقلال المهني. ما هو إحنا بنبتدي بالتدريج، يعني أنت في البداية تخش هادي كده وانت عندك محافظتين اتنين، منطقة واحدة هنا ومنطقة واحدة ريفية ومنطقة واحدة حضرية. في التجربة التانية اللي بعد سنة كانت تقريبا دخلنا اربع محافظات مختلفة من اقاليم مختلفة يغطوا معظم الجمهورية، وانت مش عايز تصرف كتير، فانت عايز تشوف طبيعة كل منطقة، الى ان وصلنا للتجربة اللي هي الاخيرة اللي شغالة حاليا، وانت حضرتك قاعد بدأنا العد السكان، مرحلة السكان فيها من اقل من يوم الاحد الاحد الماضي ابتدينا الاحد الماضي مرحلة عد السكان. بنحاول نخلي هذه التجربة تشبه التعداد بمئة الف اسرة في 10 محافظات. بنختبر كل التعاون بين الجهاز وبين المؤسسات المحليه اللي في هذا الكلام، والحقيقه احنا برضو من الحاجات المهمه جدا اللي انا شخصيا استفدتها من التعداد اللي كان عرقها يعمله في 2010، جت زارتنا لجنه كانت بتسمى لجنه العليا للتعداد. ما كانش عندنا في مصر ابدا لجنه عليا للتعداد، لكن انا اخذت التجربه بتاعه العراق وشكلنا لجنه عليا للتعداد برئاسه وزير، انا اللي اصريت يبقى وزير برئاسه وزير الحكم المحلي اللي هو بيبقى رئيس كل المحافظين في 27 محافظة. واحنا الحقيقة من هذه التجربة مستفيدين من هذه اللجنة استفادة عظمى، لان كل واحد في اللجنة وكيل اول وزارة من 19 وزارة بيساعد فعلا في اعمال التعداد. والتفاوت، هرجع لك تاني للتفاوت، هي بداية وتاخد تجارب وتكبر العينة علشان تخش بقى على التعداد السنة اللي جاية ان شاء الله وانت شبه محتك بكل المعوقات اللي كانت انت والمتغيرات اللي بتحصل في المجتمع. اتفضلي. نعم؟ الاستمارات، التعديلات في الاستمارات كانت معظمها نتيجة طلبات كانت بتيجي جديدة. يعني افندم؟ لا، اللي كان نتيجة الأعمال الميدانية حاجات تعتبر يعني طفيفة، لكن التغيير الرئيسي اللي بيحصل في الاستمارات نتيجة طلب تعشافة مصر كل يوم في شكل وفي حال، فنلاقي الحكومة عايزة تعرف حاجة معينة. طبعا مش كل حاجة بنقدر نستجيب ليها أو نقدر، لكن التغيير في الاستمارات كان معظمه في نتيجة طلبات جديدة. أفندم؟ إضافة طلب، إضافة حاجات جديدة. وزي ما قلت لحضرتك مش بنقدر لكن في ساعات لقينا إن في حاجة مهمة جدا فبقينا نشيل حاجة ونحط حاجة علشان دي كده. دكتور قاسم الزعبي، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا هذا الاجتماع يأتي في كاجتماع هو 35 لاجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. يتناول هذا الاجتماع عدد كبير من المحاور تعني الإحصائيين وتعني وتساعد في اتخاذ القرار على المستوى السياسات في الدولة. طبعا هذه تم عرض عدد كبير من الدراسات
منها فيما يتعلق في التعدادات السكانية، وهذا من المواضيع الهامة اللي بيتم تبادل الخبرة بين الدول العربية فيها. أيضا في جانب تجارب بعض الدول في مجال المسوحات، ومثل الأردن قدم دراستين أو عرضين لدراستين حول مستوى الرضا عن الخدمات في البنوك الإسلامية. والموضوع الآخر يتعلق في الهجرة الدولية، خاصة أنه هذا الموضوع الهجرة الدولية يحظى باهتمام كبير نتيجة لزيادة عدد اللاجئين في الدول ومن ضمنها الأردن. يشكل هذا اللقاء فرصة طيبة لرؤساء الأجهزة الإحصائية في الدول العربية لتبادل الخبرة والمعرفة، وإحنا طبعا استفدنا من هذا اللقاء، وخاصة من خلال استفادة من خبرة دولة مصر الشقيقة في التعداد العام للسكان والمساكن اللي بيجري التحضير له. دكتور ضياء عواد كاظم، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بالعراق. يكمن أهمية هذا الاجتماع في عرض تجارب الأجهزة الإحصائية في الدول العربية، التجارب المتميزة التي تنفذها الأجهزة الإحصائية، والاستفادة من هذه التجارب في تطبيقها في تطوير العمل الإحصائي. نعم. الأهم النقاط اللي كانت تدور هو كيفية ربط البيانات الإحصائية في مع منظومة المعلومات الجغرافية، وتطوير العمل الإحصائي واستخدامنا تكنولوجيا المعلومات في عملنا. هو عادة تحصل هذه الاجتماعات كل سنة عندما تدعو الحاجة إليها، ويبقى هناك تواصل بين الأجهزة الإحصائية وبين مجلس الوحدة الاقتصادية على كل ما يستجد من أعمال.